صباح الخير، كيفكن أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير صحة يا رب. اشتقتلكن كتير ورجعتلكن بفيديو جديد. أصدقائي، فيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان أيام نحط مكياج، بدنا نحط هيك قلم على حواجبنا، بتضل لون حواجبنا شوي فاتحة. فيديو اليوم رح أصبغ حواجبي يا جماعة، رح أعلمكن كمان على طريقة كيف بدنا نصبغ حواجبنا. أوكي أصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم كالعادة لكل حدا جديد معنا، بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو، فعلوا زر الجرس مشان دايما يوصلكم الخبر كل ما بنزل فيديو جديد على قناتي. ويا جماعة قبل ما نبلش فيديو اليوم، شوفوا جو عنا اليوم بيجنن بياخد العقل. أصدقائي شوفوا هاي نافورة كتير حلوة، وخاصة لما نشغلها بالليل أضواء ومي وحركات يا عيني. وهلا رح أصبغ حواجبي ورح أختار لون بني. يلزمني كمان أكسجين خاص للحواجب، يلزمني كمان هاي علبة صغيرة. وهلا رح أحط شوي من الصبغة لون بني، ورح أضيف لإلها كم نقطة من أكسجين، ورح أخلطهن مع بعض. وهيك صارت الصبغة معنا جاهزة، ورح نحط على حواجبنا. وهيك حطينا صبغة، وهلا رح ننظف حوالي حواجبنا، ورح نترك الصبغة على حواجبنا مدة 10 دقائق. بعد ما نظفنا حواجبنا رح نشوف إذا في فراغات، رح نعبي هدول الفراغات صبغة. وهلا صار دور الطرف الثاني، نحط صبغة عليها. اوكي اصدقائي، وهلا خلصت الوقت، وهلا صار دور انه نمسح الصبغة من حواجبنا. أصدقائي وهيك خلصنا من صبغة حواجبنا، طلع بيجنن بياخد العقل، كتير عجبوني. انتو حطولي بالتعليقات عجبكن ولا لا، لانه دايما لما نحط مكياج وما نحط قلم على حواجبنا بتضل لون حواجبنا شوي افتح، مشان هيك حطيت له صبغة. اوكي اصدقائي، وهيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكن يا رب، استمتعتوا معي، اشوفكن خير وسلامة في فيديو جديد. باي.